بالعلم تبنى الأمم، وبالأخلاق تعيش الهمم، وبالطموح يعلو من كان في نفسه الشموخ، وبالاجتهاد يزداد الحلم في الزياد، وبالإرادة تصبح أنت من يملك القيادة. إذن فلماذا تقف في مفترق الطريق وتتحدث عن ماذا تريد؟ فأنت تمتلك العلم والأخلاق والقيادة، فلتكن مفتاح السعادة. صباح الخير مشاهدينا، ويوم جديد من برنامج يوم في الخير. النهاردة فقرتنا متنوعة جدا. أول فقرة معنا عن مشكلات التعليم وقضايا التعليم بين المشكلة والحل. هيسعدنا أن يكون في فقرتنا ضيفنا الأستاذ وائل زهران، خبير تعليمي باللغة الإنجليزية. بنرحب بحضرتك يا فندم. أنا وسهلا بحضرتك. طبعا اولا احنا سعداء جدا بالتواصل مع حضرتك وبوجودك معانا النهارده في البرنامج. وحابه ان انا النهارده اول سؤال اساله لحضرتك، احنا النهارده على خلاص اعتاب دراسه جديده وعام بدايه عام دراسي جديد، وفوجئنا ببعض القرارات اللي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بخصوص ان المواد الأساسية في المدارس هتدرس من خلال البرامج التعليمية، وهيقتصر المدرسة على الأنشطة. التساؤل اللي انا بقى حابة ان انا أسأله لحضرتك، يعني إيجابيات وسلبيات هذا القرار من وجهة نظر حضرتك كمتخصص في هذا المجال. والله حضرتك من واقع الأمر اللي احنا فيه حاليا، ويعني وتعبيرا عن شخصي انا كولي امر اولا ومدرس في احد المدارس بالاسكندريه، الطالب دلوقتي اصبح في يعني في مشكله كبيره. في منهم اللي مش هيقدر يتواصل مع التكنولوجيا الحديثه او برامج تعليميه او خلافه. القرار الاخير بان بعض المواد اصبحت معلقه، يعني يجي الطالب المدرسه، طب انا كمدرس هواجه له انشطه واسئله، طب اساله في ايه؟ تفضل سألت الطالب وقال لي ما اعرفش، ما عنديش فكره ايه وضع المشكله معاه، هضطر اشرح الامور من اولها. فبالتالي انا كمدرس لغه انجليزيه مستوى رفيع مثلا، ده مكلف بشرحه الماده اللي هو المستوى العادي او اللي هو النيو هالو زي ما بيقولوا، تمام؟ ده ايه يعتبر اسئله. طب انا دلوقتي في مشكله كمدرس، مش هقدر اوجه اسئله في حين الطالب ما عندوش فكره انا هساله في ايه، تمام؟ ممكن البعض يكون عارف، طب والبعض الاخر مش هيكون، ما فيش ادنى فكره عنده عن اي حاجه اصلا. فكده او كده احنا لازم نشتغل على السبوره في المدرسه المنهج ككل بالطريقه اللي احنا يعني تعودنا عليها، بس ممكن تكون دي مثلا كاجراءات احترازيه يعني مناسبه للفتره كورونا. يعني النهارده مستر وائل برضو من ضمن الاشياء يعني يمكن اللي تناقشنا فيها مع حضرتك واللي فعلا عجبتني جدا، ان حضرتك عندك اقتراحات لمشاكل كتير بالنسبه للغه الانجليزيه في المجالات دي. بس حضرتك حابه ان انا اسال حضرتك اول تساؤل معانا عن اهم المشاكل اللي بتواجه ابنائنا الطلبه في المراحل، وخلينا ان احنا نقسمها اول حاجه بالنسبه للمرحله الابتدائيه، ايه ممكن اهم المشاكل اللغه اللي بتقابل ابنائنا؟ طبعا دي مشاكل كتير كتير جدا طبعا. ممكن طفل صغير نطرح حاجه بسيطه المشكله وحلها، طرق الحل لان بنحب طبعا ان احنا نعرض المشكله والحل على مدى فتره كبيره. الطفل الصغير طبعا او جونيور 1 او 2 او 3 اصبح دلوقتي فيه مواجهه مع التطور الحديث. هو الكتاب اللي نزل جديد كونكت بلس طبعا هو كتاب مش وحش، رائع وبيوازي كتب كتير اجنبيه، لكن الطفل بتاعنا لازم يكون ممهد للكلام ده، تمام؟ ففي مشكله حفظ الكلمات، اصبح الفوكاب متعدد جدا كتير جدا في الكتاب. طب ايه الحل؟ لازم ولي امر يتعاون مع طفله في حفظ هذا الايه هذه المعرفه، تمام؟ لان الكم ممكن يعدي الوحده فيها حوالي 40 او 50 كلمه على طفل 8 سنين، تمام؟ طب ايه الحل؟ لازم يكون في تقسيم للمهاره دي بحيث يقدر يحفظ كلمات. انا في رايي وده حقيقه، مفيش لغه بدون كلمات، مفيش لغه بدون مفردات نهائي، مفيش، تمام؟ مش هقدر اتعلم لغه وانا مش عارف مفرداتها، لازم اكون حافظ على الاقل تلتين الجزء اللي موجود. دي نقطه. المشاكل الجرامر طبعا بعض اولياء الامور ما عندوش فكره مثلا عن اللغه نهائي، تمام؟ فايه الحل؟ ممكن نستعانه بالانترنت، تمام؟ نستعانه بالقواميس
كوميونتي الاجنبيه، لازم حاليا، ودي نصيحه لكل اسره، لازم او لابد اقتناء قاموس انجلش او انجلش عربيك، يعني قاموس انجليزي او انجليزي عربي، عشان يساعد في بناء المعرفه. لان اصبح دلوقتي عندي كميه ساينس مهوله في الكتب بتاع اللغه الانجليزيه، يعني اصبح انا بدرس انجلش وجواه ساينس وجواه ماس. تمام. يبقى انا كده في لازم في كيان لازم يتبنى. يتبنى صح. ما لجاش مثلا لترجمه جوجل على سبيل المثال. الترجمه عشوائيه جدا وبتضيع. وغير علميه بالمره. غير علميه لانها بيجيب المفردات اللي هي متاحه على الساحه بتاعته او على بناء المعرفه بتاعه. تمام. في حين الكلمه لها اكثر من معنى، واثنين وثلاثه واربعه. تمام. فلو في قاموس مثلا اوكسفورد او قاموس لونجمان بسيط للطفل، يبدا يبني معرفه من خلاله. هيعرف الكلمه، هيعرف معناها، معنى بيساويها، ممكن يعرف الكلمه وعكسها. تمام. ممكن يبني جمله عليها، فبالتالي وجمله سليمه 100%. تمام. لان دي اصل اللغه. تمام. دي حل المشاكل الكلمات. بالنسبه للقواعد والكلام ده اصبح متاحه في اذا كان كتاب سبورتنج مساعد او الانترنت مليان جدا امثله على القواعد والجرامر والنصوص اللي هي المترجمه، وفي محادثات اجنبيه متاحه وسليمه جدا بالنص بتاعها. تمام. فبالتالي لازم يكون في تواصل مع التكنولوجيا. تمام. يعني انا بقى التساؤل اللي انا حابه برضو ان انا اساله لحضرتك، خلينا نتكلم بصراحه شديده، يعني هل المناهج بالنسبه للغه الانجليزيه، هل المناهج الموجوده الحاليه هي فعلا بتنمي المهارات الطفل وبتطبق في الواقع؟ يعني معلش احنا مثلا النهارده ممكن مثلا نحفظ اشياء ونكتبها في الامتحان، تمام، الا ان احنا بيبقى عندنا يعني حاجه فارقه شويه مش عارفين نطبقها في الواقع، فهل المناهج الحاليه هي بتساعد الطفل على تنميه مهاراته وتطبيقها الفعلي في الواقع؟ هي المناهج فيها تطبيقات فعليه للواقع. تمام. بس غير متاح تطبيقه على ارض الواقع. يعني انا ممكن الاقي في كتاب بيناقش البيئه، محتويات البيئه وكياناتها ومكوناتها، البيئه الصحراويه او بيئه كذا، من خلال الانجليش مثلا، بس انا مش متاح لي ان اخد الولد على ارض الواقع في رحله خارجيه يشوف الكلام ده ويبني مصطلحات على ارض واقعيه. تمام. يعني هل ده مثلا حضرتك ممكن يعني يرجع السبب في ايه؟ هل ان احنا علشان مثلا اتعودنا ان احنا نحفظ من غير مثلا فهم صحيح مع الكتاب فقط، او مثلا علشان المناهج نفسها بتفتقر بعض المعلومات التطبيقيه؟ يعني هل السبب هنا يعني لا، بيرجع المناهج فيها معلومات تطبيقيه وكل حاجه. تمام. تمام. لكن التطبيق على ارض الواقع هو ده اللي احنا مفتقدينه بالظبط، يعني فعلا نقص امكانيات. تمام. يعني مثلا مدرستنا متاح فيها معامل تكنولوجيا انا بنستخدمها مثلا بنسبه 80%. تمام. ده بالنسبه لنا، وده طبعا مثبت في دفاترنا في المدرسه والكلام ده كله، ده نشاط انا بقوم بيه داخل المدرسه. تمام. وحضرتك لو شفت الفيديوهات اللي موجوده دي كلها 90% كله داخل الفصول وداخل المدرسه، تنميه لكيان الطفل نفسه. تمام. وعاوز اقول لحضرتك الاولاد اللي في الصور دول اللي هم حصلوا الثاني على اسكندريه طبعا. احنا ما شاء الله والتاني مكرر. مستر وائل في كوادر كتير جدا معاه، وكان من التلاميذ معاه كانوا طالعين من الاوائل الجمهوريه. يا ريت نعرض بس الصور. اتفضل حضرتك. تمام. فكان الاول هو الثاني مكرر. تمام. 139.5 من 140، وبرده الثالث مكرر بنفس الدرجه. تمام. 139.5 من نفس المجموعه. تمام. وفي المدرسه برضو يعني لا نخفي على المدرسه طبعا فيها اجتهاد كتير، والبنت الاولى على اسكندريه برضو من المدرسه من عندنا ما شاء الله. يعني هو طيب ما شاء الله، يعني كتب حلو ما شاء الله ما شاء الله. يعني انا برضو حابه ان انا اسال حضرتك، يعني تمام، هي طبعا الصور موجوده معانا لو حضرتك برضو حابب تعقب عليها. طبعا عارفين ان احنا في بينا فروق فرديه، والمعلم مطالب ان هو يجمع بين كل الفروق الفرديه دي، الا طالب الضعيف والطالب المتوسط والطالب اللي هو الذكي. ازاي النهارده حضرتك يا مستر وائل
يعني بتتعامل في الفصل مثلا او مع الطلاب دول، ازاي حضرتك بتقدر ان انت توفق بين كل الفروق الفردية دي؟ هو طبعا انا نفذت الكلام ده الحمد لله على ارض الواقع، وكمان برضه باكد نقطه، الطلبه اللي هم طبعا طلعوا ما شاء الله، دي كانت شهادات ايه؟ شهادات تقدير، شهادات تقدير. عباره عن مسابقات، كل حصه مثلا الحصه تبقى فترتين او ساعه ونص، تمام، بناخد منها في اخرها ربع ساعه فقط، تمام. بنعمل تايمينج توقيت للاولاد. المسابقه دي عباره عن اسئله من نص الكتاب، مش تمام من بره، من الكتاب نفسه، تمام وفي طبعا الاستوري، القصه اللي هي متاحه عندنا، تمام، وبنختار الاولاد على حسب اللي هو ايه التدرج، يعني في تمام 2 متفوقين، 2 2 ارجع احط معاهم 2 متوسطين، او 1 او 1، تمام. المجموعات حضرتك مثلا بتعمل مسابقات بين المجموعة، بتبقى شاملة كل شامله، مش الفرق يعني، بالظبط، يعني مش مثلا متوسط متفوقين وضعيف و وضعاف، لا، متفوق متوسط وضعيف في مجموعه واحده، تمام. والمجموعه الثانيه نفس الكلام، والمجموعه الثالثه نفس الكلام، تمام تمام فبالتالي بياخد دافعيه عاليه جدا. طبعا يعني مثلا طالب متوسط مع طالب متفوق طبعا وصل مثلا على درجه من 15 جاب 14 ونص، تمام. المجموعه الثانيه جابت 14، اذا الطالب ذات نفسه اخذ ثقه، لا معناه كويس اهو، فبالتالي يعني يبدا يبقى خطوه عنده، للامام. لا وكمان حتى جو اللي هو المسابقات عموما لا جو او جميل، هما بيحبوه التحفيز، جدا. يعني احنا حتى احنا كبار مثلا نحب برضو الجو ده، يبقى فيه نوع من طبعا المنافسة البناءة. منافسة شريفة وبناءة وفعالة. بالظبط كده. طيب يعني ده مثلا هيخليني ان انا اروح لسؤال تساؤل اخر، عن عارفين ان في استراتيجيات تعليمية كتيرة جدا، هل في استراتيجية بتفضلها حضرتك في مجال اللغة الإنجليزية لتعلم اللغة الإنجليزية؟ هو طبعا يعني أو فيه، أفضل الاستراتيجيات يعني؟ لا مش هقول بقى افضل الاستراتيجيات او الطرق، لا، هو عامه الماده في الفصل بتعتمد على اشياء كتيره جدا. انا يعني شخصيا ما بستخدمش طريقه واحده، ممكن استخدم 6 طرق في الحصه واحده، عشان مثلا في طالب يتقبل الشيء بالاكشن، ممكن تعمل حاجه اكشن، في طالب تاني عاوز مثال اكزامبل، تمام، بتدي مثلا كلمه ومثال عليها، ممكن تواجهها اسئله بشكل اختياري، ممكن صح وغلط، تمام. يبقى اعطيت يعني فرصه للطالب احنا الشاطر. هنا بنقول التنوع، التنوع التنوع يخدم عشان المشاركه تكون ايه متنوعه. تمام. طيب يعني برضو حابين ان احنا نسأل على حضرتك، عارفين ان في نظام حديث بالنسبة للمرحلة الثانوية، تمام. اهم المشاكل او الصعوبات اللي بتواجه ابنائنا لطلاب الثانوية العامة على وجه التحديد يعني. طبعا هو المنهج الجديد انا اطلعت عليه وشفته، هو منهج يعتبر شامل حاجات كتير جدا جدا، تمام، لكن طالب ثانوية عامة قدامه اكتر من اتجاه يمشي فيه. يعني مثلا الكلمات او الافعال او الفيرب زي ما بيقول، تمام كده، حفظ جميع ما تقابل، ما تفرقش، يعني مثلا عندك اي كلمات على طول تحفظ، ده اضافة الى كيفية استخدامها، مش هحفظ كلمة وخلاص، لا، ده انا احفظ الكلمة مثلا واستخدامها، وبرضه بناء شبكة الكلمات، برضه تقول شبكة الكلمات ازاي، يعني مثلا كلمة عكسها، تمام، معناها، جمعها ازاي، ازاي تجمع، يعني ممكن نقدر نقول ان هي حصيلة حصيلة لغوية متكاملة، متكاملة. او نقدر نقول احنا بنسميها، انا بسميها شجرة الكلمات، يعني ممكن كلمة واحدة اطلع منها 7 كلمات وانا قاعد كده مجرد اشارات، تمام. تمام. فطبعا سيادة الوزير لما اشار الى الامتحان خارج المنهج او خارج الكتاب، هو مش خارج الكتاب ولا خارج المنهج، هو عامة بيناقش دي قضايا لغة، انا حفظت كلمات الدرس بس يكون عندي فكرة بناءة على استخدام كل كلمة بالشكل المناسب ليها حسب تمام معناها في التكست اللي هو جوه الايه الكتاب، تمام تمام. تمام فبالتالي يعني برضو القاموس اللي احنا هنجيبه برضو لازم طالب ثانوية عامة، احنا كنا زمان يعني مثلا على قول في التسعينات كان في قاموس كده لونج مان صغير كده ازرق جميل جدا، انا بأمانة كنت بطلع منه القواعد والجمل، وبرضو بأمانة تاني امتحان ثانوية عامة كان نصه من القاموس. هو يعني هو اصلا التطوير والحاجات دي جميله جدا، وفعلا احنا عندنا يعني لا ثروه علميه كبيره جدا، ده بس حقيقي. هو هنا المشكله في حاجه، يعني التساؤل هنا بيجي في التدرج. يعني هل احنا النهارده لما بنيجي مثلا نحط انظمه تعليميه حديثه، يعني هل احنا بنتدرج من اعلى
المفروض ان احنا نبدا من الاسفل، من قاعده الهرم. فهنا المهم في القاعده او في الاساس. طيب احنا النهارده مثلا عندنا يعني مثلا طلبه اتعودوا مثلا على نظام امتحانات معينه، او ما عندهمش التاسيس الكافي مثلا علشان في المرحله الابتدائيه او كده، ازاي هيقدروا ان هم يواجهوا الصعوبات دي في الثانوي يعني؟ والله انا شفتها في منهج اللي هو المنهج الحديث بتاع تاني اعدادي الجديد، اضاف فقرات داخل نظام الامتحان، ودي فقره جميله جدا. يعني كان الاول مثلا السنه اللي فاتت او اللي قبلها كان في سؤال 4 جمل صحح الاخطاء، تمام، اضاف سؤال تاني برضو 4 اسئله صحح الافعال. السؤال ده بالذات ده محتاج بناء لغه وجرامر او قواعد سليمه، ده هيخلي يبني الطالب يبني بناء جمله ويصحح فعل ازاي هو ما عندوش معرفه. فده لازم يكون في اتقان جيد جدا للغه. طيب ازاي بقى ان احنا ننمي المهارات اللغويه عند اولا المعلم وثانيا الطالب عموما يعني؟ بس تنميه يعني الحاجه اللي هتنفعه في التطبيق اكتر، يعني في التطبيق تمام. الفعلي للارض الواقع، مش مجرد مثلا ان هو هيدخل امتحان هيحل مثلا، ويغادر يعني الامتحان. الحاجات اللي هي بتعتمد على الفهم اكتر، تمام. ازاي ان احنا ننمي المهارات دي بالنسبة بقى مثلا لمعلم يعني حديث التخرج مثلا لسه متخرج جديد لا طبعا، معلم مش حديث عارف يبدأ التخرج منين؟ لا، ده بقى لازم في تدريبات بتقوم بها الوزاره مثلا، تدريبات علميه او قائمه على التكنولوجيا الحديثه. تمام. ويفضل يعني احنا بنشوف تدريبات بتبقى يوم او يومين، وللاسف بتبقى ايام الدراسه، يعني توقيت غير مناسب بالمره، تمام، غير انها تبقى قصيره، يعني ممكن يوم او يومين لا يكفي شيء. في حين تمام. ممكن في تدريبات بقى يعني بوصي يعني او بطلبها بالحاح، تدريبات اللغه الانجليزيه، يعني يا ريت تكون تبع الاميدست مثلا او البريتش كونسل، اللي هي اصول اللغه نفسها، تبقى بحيث تبقى منتجه وايه ولها اثر فعال. ما نتعلم لغه يبقى في بيت اللغه، تمام. وطبعا كان في قبل كده نظام البعثات ولكنها توقفت، تمام، يعني برضو لو ان شاء الله يبقى في بعثات تاني، دي ترجع لجهه تكون يعني متاح فيها تكافؤ الفرص، لان يعني كان ما كانش موجود قبل كده، ما فيش حاجه ما اتاحتش ليا فيما بعد او فيما قبل. كان في برضو نفس الكلام، كان ده 1914 سوري 2014، تمام، لكن كان في سوري يعني نقدر نقول عدم امانه في نظام البعثات، وكان ده قدامي شخصيا، تمام، وده اللي انا يعني بطلبه حاليا في وزاره التربيه والتعليم، يكون في اللي هو نقدر نقول تكافؤ الفرص السليمه مبني على فرص واسس ما تضيعش حق حد. دي نقطه. برضه في برامج بتنزل تبع انجلترا حاليا، يعني في اللي هو تشيفنينج، دي منحه انا كنت هقدم فيها، بس لما رحت اخد تصريح من المديريه قالوا الكلام ده مش متاح لينا. دي بتتيح برامج سنه دراسه في انجلترا على حسابهم، تمام، متاح فيها كل شيء بالاقامه بكل شيء، تمام كده، ولكن انا تراجعت لما اطلب من الموجه العام ان انا عاوز موافقه، يقول غير متاح. طب والحل؟ ما دي شيء كويس، يعني دي منحه وتاخد فيها درجه ماجستير، يعني شيء جميل جدا وشيء تمام. كويس، لكن بالنسبه لنا احنا كتربيه وتعليم غير متاح. في حين القطاعات الاخرى، وكنت على تواصل مع شخصيه السنه اللي فاتت، ولد مهندس كده ما شاء الله عليه، تمام، قدم ونجح وحاليا موجود في لندن بيدرس، تمام، اتخذ الطرق السليمه وهم اختاروه يعني بناء على مقابله شخصيه واجتاز الامتحان. طب احنا ليه وزارتنا مثلا او المديريه مفيش فيها الكلام ده بالنسبه لنا احنا كمدرسين؟ يعني انا مش شايف اللي هي فيها مانع. دي نقطه. برضو يعني لو في تدريبات للمعلمين يبقى في مقدمات برامج التويفل مثلا او الايلتس اللي هي الحديثه، البرنامج العالمي الموجود، يبقى انا مش عاوز تدريبات يعني تضيع وقتنا وغير مفيده، يوم او يومين او بعيده جدا عن مقر شغلنا. احنا ممكن نتحرك مثلا من طوسن اللي هي في ابو قير الى المديريه مثلا، مقر التدريب ساعه ونص او ساعتين ونرجع نفس الكلام، فدي برضه بتضيع وقت كتير، حضرتك فاهماني؟ لكن التدريبات اللي احنا بنطلبها تدريبات لغويه بناءه
فيها برضو إتاحة تعلم أكبر قدر من المعرفة الحديثة. تمام. طيب يعني مثلا برضو عايزين نتساءل مع حضرتك مستر وائل، احنا عارفين ان المعلم ده حاجة قيمة وقامة، لانه لولا التعليم، لولا مثلا وجود كل المهن، الا ان احنا للأسف الشديد عندنا يعني ممكن نقدر نقول عدم توعية في الفترة الراهنة مثلا، لكن تمام. قديما طبعا كان المعلم ليه شأن كبير جدا، إلا أنه يعني بالمنحنى ده كلام قلت سليم. فعلا قلت يعني مهنة بس التعليم. فهنا ايه حضرتك الاقتراحات علشان يرجع التعليم تاني بالوجهة المشرفة، ويرجع المعلم تاني بالرسالة اللي كان بيقوم بيها، يعني لأن احنا عارفين إن المعلم والعلماء هم ورثة الأنبياء، فإيه النهاردة الحاجة اللي ممكن ترجع قيمة المعلم مرة أخرى يعني؟ طبعا هي ليها اتجاهات كتير. يعني هو احنا بنشوف حاليا، يعني مع احترامي لجميع الاتجاهات، تقليل من شأن المعلم. مع يعني تقليل من شأن المعلم معناه كده انك بتمحي الاجيال اللي جايه نهائيا. ده اللي هيحصل. انا المعلم معلم اجيال، امتداد لرساله الانبياء. ده الواقع الطبيعي وده اللي احنا متعودين عليه. تمام. تمام. لكن اللي احنا بنشوفه حاليا لابد يكون في اعاده نظره مرة أخرى وبجدية من قبل الدولة، لأن كده الجيل اللي جاي واللي بعده واللي بعده واللي بعده ده فيه، يعني نقول فيه ظلام تام. رقم اتنين، أنا ابني مثلا مش ممكن هيخش التربية والتعليم. جميع الأجيال لما تشوف كده هيرفض يخش كلية التربية. تمام. بعد كده هنستورد بقى معلمين من الخارج. أنا كشاب مقبل على الحياة، في قدامي كليه تربيه او اداب او كذا، لا هركن ده كله كده على جنب واشوف الكليه ايه الغير، في يعني معنى صح كده، الغير مسببه لاي اهانات في الواقع. تمام. تمام. يبقى انا ما في حين برضو معلش هناك مهن اخرى هي اقل من الاهتمام العلمي، ولكن لها درجه من الاهتمام اكتر من الاتجاه العلمي. ده برضو يعني دي نقدر نقول كده في خلل في التقييم. لكن برضو ارجع واكد ان كمعلم داخل مدرسته له كيانه، مع احترامي للجميع وله احترامه داخل الفصل وداخل مؤسسته التعليميه. حتى لو في خلل بره، انا بدي مثال مثلا على شخصي انا، مش دعوه بالاخرين، قد يكون هناك بعض الفئات اللي قد تكون مسببه ازعاج. ما هو نفس برضو الكلام ده في جميع الوظائف في الدوله، هتلاقي ناس كويسه وهتلاقي ناس وحشه. لكن ما عممش الفكره ان انا اسبب يعني ايذاء نفسي، ما هو كده خلاص الموضوع كده خلاص. كل شاب بيشوف الكلام ده قدامه انت بتقلل من احترامه لمعلمه. طب بعد كده هو يحترم مين؟ طبعا طبعا يعني يعني هو كده احنا خلصت بقى، كده كده منتهيه. طبعا احنا يعني عارفين انه مشاكل وقضايا التعليم عديدة جدا ومتنوعة، وطبعا الموضوع يطول جدا اه للشرح طبعا طبعا، ولكن نظرا لضيق الوقت يعني احنا في النهاية بنشكر حضرتك العفو. مستر وائل زهران خبير تعليمي بمجال اللغة الإنجليزية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. ودلوقتي هنطلع مشاهدينا مع تقرير متميز للأستاذ علي ناصر، بيدي الطالب طريقة تعليمية جديدة، فحابين ان احنا نعرضها معاكم، وبعد كده هنرجع لكم بعد الفاصل مع الشاعر أحمد فؤاد.